مرحبا بمتابعينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينة سيدي بنور. الموسيقى بلاش. تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شو تي في اللي تتابعوا معنا هاد أطوار هاد البث المباشر من مدينة سيدي بنور، اللي تنقولوا هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي بالتأهل إلى نهائي كأس الغالية كأس محمد السادس. هنيئا لكل مكونات فريق الرجاء البيضاوي وهنيئا للمغاربة. دائما مباشرة على قناة شوف تي في لتنقلكم في الأجواء المدينة سيدي بنور، اللي غادي نشوفوا الأجواء كيف دايرة مع انتصار فريق الرجاء البيضاوي الرجاء العالمي. تحية لكل المتابعين ديالنا، تحية لكل عشاق الخضرة. هنيئا هنيئا لفريق الرجاء العالمي الذي حقق انتصارا مهما. الكونيكسيون شوية ضعيفة كما قلنا. هنيئا هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي، كنتمناو حظا موفقا للفرق الوطنية الأخرى. دائما ومباشرة من مدينة سيدي بنور، أجواء جميلة أجواء هادئة. تحية لكل المتابعين ديالنا، تحية خويا هشام الزروالي أم مال قيصر، تحية ليك. مروة في الديمراجا، خويا هشام الزروالي خويا هشام الزروالي نعتذر. حسين مبروك، عاش جمال سلامتي، ويلي أجدروا المصريين المغاربة بالتعاليق في اليوتيوب ديما مغاربة. حمزة وعليكم السلام. مروى إيل مرحبا. سعيد شمسي، اش كاين؟ فوز فريق الرجاء البيضاوي، مبروك للرجاوي خويا حسين. سعاد سعيد عاد، هنيئا لنا كاملين. وسعد سعود، عليك يا فريق الرجاء البيضاوي خويا سعيد شمسي، قلتيها في الاول، قلتيها 3-0. تبارك الله عليك تيطواني. هنيئا لفريق الرجاء. عبد العالي ديمراجا، ديمراجا تحية لخويا حسام. جيت دوار في السوق نشوفو حالتو ان شاء الله غدا، تغدا ان شاء الله. حسن من الخميسات مرحبا، فرحة المغاربة كاملين. تحية تحية الحاجة حاجة ديمراجا، هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي بهذا الانتصار. كذلك لا ننسى ابن دكالة، ابن عاصمة دكالة، ولد العونات هشام أبو شروان. تحية لهشام أبو شروان اللي يمثل دكالة أحسن تمثيل، رجل في القمة، حاز في هذا اللقاء على 3 أهداف. هنيئا لهشام أبو شروان اللي شرفتي مدينة العونات. هشام أبو شروان من مواليد 1981، الذي كان يلعب لفريق نجم العونات وانتقل إلى شبان فريق الرجاء البيضاوي، حيث حقق الكثير مع هذا الفريق وانتقل إلى دول أوروبية والخليج، ولعب للمنتخب الوطني. أم ياسر ديمراجا، نادية كاملي، قد درتك شكرا هضرتي مالا شنو فيها أختي. مرحبا. نور الدين من بوجلور مرحبا. بالنسبة للإخوان اللي كيتابعونا، الله يخليكم، واش حنا يعني كنعبروا على الفرحة ديالنا وكنعبروا وكنقولوكم، لكن من البعض اللي بغيتي يبدا يستفز أو تبدا يعير، تنقول له أحشوم عليك، أحشوم عليك أختي، أحشوم عليك، يعني راكي أنثى
والانثى انك تخسر في الهضره وكتتعير. حنا ماشي عيت في الحمام باش غادي نتعير، وحنا فرحتنا فرحه الرجاء البيضاوي. تحيه لكل المتابعين ديالنا عبر قناه شوف تي في، تحيه لاختي ملاك المداني من الدار البيضاء، وتحيه لك من سيدي بنور. يعني انا لفريق الرجاء البيضاوي على هذا الانتصار الجميل والتاهل للكاس الغاليه، كاس محمد عصام ناديه. وقيل انت بينك ما تسيت شي حاجه، واخويا الله يهديها. ديما رجاء مروان، ديما ام ياسر، مبروك مبروك لينا كاملين. ديما رجاء دائما، ديما رجاء حمزه الاراوي مرحبا، ديما رجاء ديما حنا سيدي بنور الحمد لله. ديما رجاء سامي، ديما رجاء محمد فرصه جيفونتوس. كما قلنا لكم تحيه كبيره لابن دكاله ابن اقليم سيدي منور ولد العونات هشام ابو شروان. عزيز تمره مرحبا بك خويا عبد اللطيف من فرنسا. ديما رجاء تحيه الناس الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا. ديما العز، وديما رجاء، ديما رجاء. ان شاء الله كلنا مغاربه كيف الرجاء كيف الوداد، كنتمنوا للجميع تحقيق الحلم المغربي وتمثيل الكره المغربيه. كما تابعتوا معنا مقابله هيتشكوكيه في الشوط الثاني، على رغم اني لم اتابع الشوط الاول لكن تابعت الشوط الثاني الحمد لله. مروان كريم تحيه ليك. الياس بصحتكم من ودادي بحال رجاء بحال الوداد. ديما ملك تحيه لك، ملك القصر، ملك العديل. ديما رجاء دائما سعيد شمسي، ديما رجاء حتى الموت. تحياتي ليك ديابين مرحبا. تحيه لشوف تي في على التغطيه المباشره في الفرحه ديالنا، فرحتنا كاملين. يوسف مرحبا. محمد محدف مرحبا. عزيز ديما رجاء، ديما رجاء، ديما رجاء. من احنا كنا مغاربه كيف الرجاء كما قلنا، كيف الرجاء كيف الوداد اللي كيمثلوا الكره المغربيه. تحياتي لهم، وفرحتنا كبيره كبيره بهذا الفوز وبالتاهل. ديما رجاء وامير ودختي الفنيكيش كيسلم عليك وعلى احلى واغلى شوف تي في. تحيه لي اختي سعاد الفنيكيش ديالكم الله يخليه لكم. حسين ديما ماروك، ديما رجاء، عصام العقليه اخي العزيز الله يهديها. كما قلتي احنا وحنا فريق على نهضروا على الفرق جميعا بحال الرجاء بحال الوداد. احنا فرحتنا اليوم بفرح الرجاء البيضاوي، وان شاء الله من يتاهل كذلك الرجاء البيضاوي ما غادي نشجعوا الوداد البيضاوي، نشجعوا المغرب الفاسي، نشجعوا جميع الفرق المغربيه. الطاس يعني كلهم كيمثلوا الكره المغربيه. احنا اليوم كنا مغاربه. تحيه لكم كاملين مباشرة على قناة شوف تي في. بارطاجيو معنا يا الإخوان يا الرجاويين يا المغاربة، بارطاجيو الإهداءات ديالكم والفرحة ديالنا كاملين. كنتمناو إن شاء الله أن تكون الفرحة ديال المغاربة، تكون الفرحة ديال المغاربة كاملين كاملين في هذا البث المباشر. نكونوا يعني ملك قصير رجاء الموت. تحياتي خويا عبد السعيدي عبد الغني مارس مبروك مبروك. واش انت اللي سابق وكتقرا في الميساجات خويا؟ هاد المشهد كيطلع عندي يا اخي. كان السيد بن نور مدينتي الجميل يهضر 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 خليه، احنا غنحفظ حتى شي واحد على الهضره. ديما خضراء محذوف، ديما خضراء. ياسين أوبلا، ديما رجاء من هوارة. غير أخيرا احنا كنقراو الميساجات والإهداءات ديال الناس. سي كمال فتوخ، ديما رجاء، وتحية لك خويا الودادي وهنيئا لك وكنشكروك لأنك ودادي وكتشجع الرجاء. سي كمال فتوخ ناس ديال الزمامرة. وإن شاء الله نتمناو شي نهار أن فريق نهضة الزمامرة انها تمثلنا في احد الكؤوس الافريقيه، ولما لا. زهره الحياه الف مبروك مبروك من سويسرا. تحيه ليك اختي من مدينه سيدي بن نور من المغرب. كذلك تحيه لبلال
بلال الصغير كان دي نزار قادي ديما راجع خويا زهير. تحيه لبلال الصغير الرجاوي، مبروك مبروك بلال فتوخ، بلال فتوخ الف مبروك عليك. فطر الخميس احنا ديما مغرب. اكيد كانت مقابله جميله. كانت مقابله جميله بزاف الحقيقه، يعني مساواه رائعه لفريق الرجاء البيضاوي. والهدف الجميل اللي محسن متولي عن طريقه ضربه الجزاء اللي كنا ما كناش كون عاودنا نفس السيناريو، لكن الحمد لله. كذلك الهدف الجميل ديال مالونكو بعد الدخول ديالو في الشوط الثاني، حقق راسيه جميله كالراسيه التي سجلها في الريمونتادا. عصام الله يحفظك خويا، راك ربي معاك، بارك الله فيك. عبدو الله يحفظك خويا. بلال كيقول لك شكرا بزاف، تحيه لبلال ومبروك السي بلال، مبروك مبروك، راك انتصرتي على الوالد اليوم، راك انتصرتي على الوالده بلال. بلال فتوخ رجوي وكمال فتوخ ودادي، وهنيئا لبلال الصغير الصغير ويفوز على الكبير سفيان. مرحبا جعفر سير الصغار خويا، سكر الليله هذا يا اخي، فين غنمشيو نشوف هذا السوق هذا. السلام سعيد انا ودادي، مبروك علينا اكاديك اكيد احنا مغاربه كاملين. هذا رئيس التنوير، شكرا لطاقم، تحياتي لك خويا حسين. دائما ومباشره على قناه شوف تي في كنشارككم فرحه انتصار فريق الرجاء البيضاوي اليوم بثلاثيه نظيفه على فريق اسماعيل المصري، بعدما عاد في النتيجه بعدما كان منهزم في دوره الاياب بمصر بهدف لصفر. لكن اليوم الرجاويين والمغاربه كانوا يعني كبار، والرجاء ديما كبار، راه كيما كنسميو الرجاء العالمي. بلال محرش حسن، لا 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 حسن توا راه رجاوي وراه فرحان. تحية لك يا بلال، تحية لكل المتابعين اللي كيتابعونا هنايا كبير وصغير، كل المغاربة. جعفر ديما راجا خويا زهير راك عزيز بزاف، الله يحفظك ليا. ابتسام ودا، تحياتي لك اختي ابتسام، تحية لكل المغاربة. يعني بصراحة اليوم الرجاء البيضاوي والمغاربة بينوا على الحب ديالهم. كنا كنتمناو كون ما كانش الكورونا وما كانش الحظر التجول الليلي وكانت الوقت كما كانت، كنا غتكون احتفالية في الشوارع المغربية. لكن السفن تمشي بما لا تشتهي الرياح، تمشي بما لا تشتهي السفن، الرياح تمشي بما لا تشتهيه السفن. والسفينة اليوم كانت تغوص في بحر مراكش، يعني تحية لسبعة رجال، سبعة رجال اليوم اللي كانوا مع الرجاء البيضاوي. يعني مراكش تتذكر تاريخ الرجاء البيضاوي في كأس العالم للأندية. مراكش كانت تشهد على تاريخ الرجاء البيضاوي. هنيئا للرجاء البيضاوي، تحية كبيرة لشوف تي في تبقى وللجميع الصحفيين ولفاطمة الزهراء اللي كانت غتموت في درب مولاي الشريف. الله يطول عمرها، الله يطول عمرها فاطمة الزهراء الصحفية الإعلامية الجديدة، ببركة العونات ورجال العونات، البركة ديال هشام أبو شروان. يعني البركة العونات كانت اليوم
مع هشام أبو شروان اللي سيدخل التاريخ من بابه الواسع بقيادة فريق الرجاء البيضاوي في هذه المقابلة، يعني مقابلة مهمة، ونتمنى الشفاء العاجل لجمال أسلامي. الشفاء العاجل لهشام أسلامي. أخويا راني زارجيت مصطفى، واش كتصب؟ لا ما كتصب الشتا، الحمد لله ديما مغاربة. تحية لكل المغاربة، وتحية لفريق الرجاء البيضاوي، تحية الناس ديال العونات اللي عطاتنا هشام ابو شروان. هنيئا لنا ولفريق الرجاء البيضاوي بهذا الانتصار. دائما متابعين قناة شوف تي في في هذا البث المباشر، تحية لكل المغاربة بهذا الإنجاز التاريخي، إنجاز اللي حقوه الأبطال المغاربة وتشريف الكرة المغربية اليوم. تحية لخويا بن سعيد. يا اخوان غير لما شفت شي ميساج تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في اللي تنقلكم في هذا البث المباشر. دائما متابعينا في هذه الجولة المسائية هنا مباشرة على قناة شوف تي في لتقدم أجمل إهداء لفريق الرجاء البيضاوي بهذا الانتصار الجميل. تحية للا فاطمة الزهراء وناس جديدة كما كتابوا معنا في هذا البث المباشر، جولة بمدينة سيدي منور من أجل إهداء تحية خاصة للجماهير الرجاوية. يعني أن لفريق الرجاء. خويا فيصل بقيتي بلا ماكله؟ وخويا راك كنا كانت الانفاس ديالنا متابعه لهذه المقابله من اجل تحقيق انتصار وكذلك التاهل لنهائي كاس العرب، الكاس الغاليه، كاس محمد السادس، يعني الكاس الغاليه في حقيقه اللي ما كناش غادي. تحياتي الناس سيدي من النور، كان موت عليكم. تحية اختي نزهة شعيب ديما راجا. كما قلت لكم يعني لما كنا ما تأهلناش لهذه المباراة النهائية وهي كأس الغالية كأس محمد السادس. كما تشوفوا الأجواء كديرة هنا بسيدي من النور في يد البث المباشر، الأجواء الليلية في هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في لتنقل لكم بالصوت والصورة الأجواء للمدينة وكذلك تقديم إهداءات لفريق الرجاء البيضاوي
وتحية لكل الرجويين وكل المغاربة من هنا من مدينة سيدي بنور عاصمة دكالة. كذلك نقول هنيئا للاعب الدولي السابق والمساعد المدرب ابن العونات ابن دكالة هشام أبو شروان الذي حقق إنجازا تاريخيا بهذه المناسبة وهي تحقيق الانتصار يعني أن كل المكونات المغربية سلمى كرام تحية الناس العونات كنتمنى إن شاء الله أن الله يرفع لنا هذا الوباء هذا وترجع الأجواء كما كانت وإن شاء الله نحقق انتصارات وتلعب المباراة النهائية بالجماهير. كذلك هنيئا لجلالة الملك قائد البلاد والريادي الأول محمد السادس حفظه الله ورعاه ونتمنى الله يشافيه وإن شاء الله وتكون الفرحة ديال المغاربة في النهائي وإن شاء الله لما لا تتويج بهذا الكأس الغالية كأس محمد السادس. خويا حميد لا ما تقراش غير اللي بغيت لكن اخويا راك عارف قوه الميساجات والله اخويا ما كنعملوا لا فرزيات لا والو راه ديما تقدم لك الاهداءات يا اخي ماشي غير اليوم. دائما مباشرة على قناة شوف تيفي لتنقلكم في هذه الجولة المسائية. ثلاثة صفر باش انتصرت الرجاء البيضاوي. مرة أخرى تحية أخويا كمال فتوخ إخوان أخويا ياسين أخويا ياسين السوق أخويا في هذا الليل باش غنشوفو في هذا السوق أش غيبان لينا الغيس تيكنوسان سعد ما قريتش أخويا السؤال ديالك ولكن أخويا راك عرفت بزاف ديال الميساجات والله أخويا 3-0 النتيجة أخويا قلت لك 3-0 فوز فريق الرجاء البيضاوي 3-0. مبروك على فريق الرجاء البيضاوي كل مكونات فريق الرجاء البيضاوي وهنيئا للمغاربة أجمعين في هذا الانتصار الكبير والانتصار من هنا من مدينة سيدي بنور على قناة شوف تيفي. نضرب لكم موعدا آخر وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله وهنيئا لفريق الرجاء البيضاوي.